مرحبا أصدقائي. مرحبا كابتن كريم. من أصدقائنا سنلتقي؟ ترى من هو هذا الصديق؟ هيا اركبوا معي في رحلتي، هيا معا في قطار الحكاية. القفزة اللبلوبية. يبدو أن عصفورة رأت أحدا. هل تعرفون من هو؟ أخبروني. ما هذا الصوت؟ أظنه لفوم فوم. لا لا، بيب بيب يعني بيب بيب. صح، بيب بيب. انظروا، حبوبة معه أيضا. صحيح، بيب بيب وحبوبة هناك. لنرى ماذا يفعلان. مرحب حبوبة وبيب بيب. هلا هلا كابتن. أهلا كابتن كريم وعصفورة. بيب بيب يساعدني على تصليح وتلميع زلاجاتي. بيب بيب، زلاجاتك الآن تمام التمام، وستنطلقين بها أسرع مما سبق. رائع، أحسنت يا بيب بيب، تبدو الآن كالجديدة. شكرا يا بيب بيب، إنها رائعة. هاي أصدقائي لبلوب، يا هلا. كيف حالك لبلوب؟ صديقي، كنت أتدرب على قفزة اللبلوبية العملاقة، سأقفز وألف وأدور في الهواء. أوه. من منكم سيأتي معي للتزلج؟ رائع يا لبلوب الشقلوب، بالطبع أريد أن أشاهد قفزتك اللبلوبية. بيب بيب، هيا ماذا تنتظر؟ فلنذهب. وأنت حبوبة ألن تأتي؟ طبعا سآتي، وزلاجاتي اللامعة على أتم استعداد. حسنا، إلى الملعب إذن بقطار الحكايات. كريم. أكيد كابتن. أنا سأتزلج، أراكم هناك. بي 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 بي. خذي معك يا صديقي، انتظرني. نحن مستعدون. عصفورة، جاهزون للانطلاق؟ وأنتم جاهزون؟ إذن هيا بنا إلى الملعب على متن قطار الحكايات. يا للمرح. حبوبة، هل ستتزلجين؟ لا، لن أتزلج يا كابتن كريم، سأبقى هنا وأشاهد معك. بيب بيب، هل حدث شيء لزلاجاتك؟ بالعكس، إنها جميلة ولامعة، ولأنني أريدها هكذا دائما لن أتزلج بها وأعرضها للكسر من جديد. إذن ابقي مع كابتن كريم وشاهدي قفزة البهلوانية اللبلوبية. العب يا لبلوب، العب. لم ترى شيئا بعد. وهي هي. واو لبلوب، يا سلام عليك يا صديقي. واو. 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 وهي. لا أصدق حبوبة، لقد أنقذت نظرة لبلوب. خشيت عليها أن تنكسر. رائع، جيد أنني لعبت معهم. لم أرى ما فاتني. فاتتك القفزة الحبوبية والتي أنقذت بها نظرتك من الكسر. يبدو أن قفزتك رائعة. شكرا حبوبة. أهلا لبلوب. ولكن ماذا عن زلاجاتك؟ بسيطة، فقد استمتعت بالتزلج كثيراً حتى وإن لم تعد زلاجاتي لامعة كما كانت. اطمئني يا حبوبة، ستعود لامعة، دعي الأمر لي. بيب بيب. شكراً بيب بيب. لبلوب، ما رأيك سألمع زلاجاتي؟ عليك الإمساك بي أولاً. يوهو. والآن يا أصدقائي، بعد هذه القفزات الرائعة، دعونا نقفز إلى ركن الحكايات. نحن مستعدون. عصفورة، جاهزون للانطلاق؟
وأنتم جاهزون؟ إذن هيا بنا على متن قطار الحكايات. سنستمع إلى حكاية عن التزلج أو النظارات الطائرة. لا لا، عن القفز عالياً. من منكم يريد حكاية؟ كلنا كابتن كريم، ولتكن عن التزلج لو سمحت. لقد كنت أفكر في... وجدت الحكاية، وجدتها. جاهزون للاستماع والاستمتاع؟ أنا جاهز كابتن. هيا كابتن، حكاية حكاية حكاية. وأنتم أصدقائي، جاهزون لسماع الحكاية؟ طبعاً كابتن. عنوان حكايتنا نمور يحب الترتيب، وهي حكاية عن نمر تزعجه الفوضى كثيراً كثيراً. كان يا مكان نمر اسمه نمور، كان بيته أنظف بيت في الحي، لا بل في الغابة كلها. كان يقضي ساعات وساعات في تنظيف بيته وترتيبه، وذات يوم دق الباب، طق 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 طق. فتح نمور فإذا بصديقته الفيلة تحمل كعكة ومجموعة من البالونات وتهتف: مفاجأة يا نمور، أعددنا لك اليوم حفلة. بمناسبة عيد ميلاده؟ لا، مجرد حفلة كمفاجأة. أتعلم كابتن، أنا قررت أن أفاجئك بحفلة. وكيف تكون مفاجأة وقد علمت بها؟ آسف. لم يصدق نمور عينيه وبيته الصغير النظيف يزدحم شيئاً فشيئاً بالمدعوين. شغلوا الموسيقى، قالتها الفيلة وهي تدعو الجميع إلى اللعب والمرح. غنوا، رقصوا، وأكلوا حتى شبعوا، إلى أن حان وقت عودتهم إلى بيوتهم. كان نمور متعباً، وكانت بطنه تؤلمه من كثرة الأكل، أما صوته فقد اختفى من كثرة الغناء، بل إنه لم يعد يقوى على الوقوف من كثرة الرقص. أما عن البيت فقد شقلبوا حاله، الأثاث ملقى في كل مكان، ومخلفات الحفل على الأرض، حتى جدران البيت لم تسلم من الفوضى. أيام وأيام مرت، ونمور ينظف بيته حتى أعاده كما كان. وعندها أصدر نمور قراراً جريئاً: في بيتي لا للحفلات لا للفوضى. وبينما هو جالس في بيته الصغير النظيف، بدأ نمور يشعر بالوحدة، وكأنه اشتاق لشيء من الموسيقى والضحك والغناء. كابتن كريم، أنا لم أفهم، كيف نشعر بالوحدة؟ نشعر بالوحدة يا بيب بيب عندما لا يكون معنا من نحبه ونأنس به ونتحدث إليه. مسكين نمور. وذات يوم دق دق دق، دق الباب من جديد. فتح نمور فإذا بفيلة تقف وبيدها باقة من الزهور الجميلة. قالت: أنا آسفة يا نمور، بالفعل كنا مزعجين خلال الحفلة وأسأنا التصرف في بيتك النظيف المرتب. أجابها نمور: بسيطة يا فيلة، لقد عاد المكان كما كان، وبصراحة استمتعت بالحفلة كثيراً. فرحت فيلة وهتفت: رائع، إذن وبهذه المناسبة فلنحتفل من جديد. النهاية. حفل كبير آخر، محظوظ هذا النمور، ليتني أحتفل معهم. وأنا كنت سأحضر لهم كعكة. كنا سنلعب. أنا أحب اللعب. وأنتم ماذا عنكم؟ ماذا أعجبكم في الحكاية؟ هيا جاء دوركم لكي تمثلوها. هيا ننظف البيت. وأنا سأرتبه. هل تريدين المساعدة؟ هيا نحتفل معاً في بيت نمور. مرحباً. تفضلوا. شكراً. هيا نرقص ونأكل ونغني. لا، ما هذه الفوضى؟ لا لا، مخلفات الحفل في كل مكان، سألتقطها. وأنا أيضاً. هيا ننظفه من جديد. سأساعدك. ولنحتفل معاً يا نمور. توت توت. أحسنتم يا أصدقائي، تمثيلكم رائع، شكراً لكم. ظريف نمور، لم تعجبه الفوضى التي أحدثها أصدقاؤه، ولكنه استمتع مثلهم بالحفلة، صح كابتن كريم؟ صحيح، فرحته بأصدقائه أنسته الفوضى، ورتب البيت فيما بعد. وتزلجي مع أصدقائي أفضل من مشاهدتهم فقط. طبعاً يا حبوبة، وببساطة يمكنك تنظيف زلاجاتك بعد اللعب. مثل
مثل صديقنا المرتب نمور. ومثلي أنا. سعيد باستمتاعكم بالحكاية، ولكن حان وقت الذهاب إلى القطار. إلى قطار الحكايات. سلام أصدقائي، سأعود قريباً ومعي حكايات جديدة، لأننا جميعاً نحب الحكايات. سلام كابتن كريم. أحب حكايات السناجب. أفضل حكايات العمالقة. أحب حكايات الفضاء. أنا أحب الحكايات كلها.